مرحبا بكم في قناة منارة الثقافة. في هذا التقرير سنتحدث عن قوانين الزواج في الدولة العثمانية، ولكن قبل ذلك من فضلك لا تنسى الاشتراك في قناتنا وتفعيل جرس التعليقات حتى يصلك كل جديد. تبدأ مرحلة الزواج الاختياري في الدولة العثمانية من سن 18 وتنتهي في سن 25، فإن لم يتزوج في 25 يجبر على الزواج. إذا امتنع الشخص على الزواج بعد هذه السن بحجة أنه مريض يكشف عليه، فإذا كان مريضا قابلا للشفاء يؤجل إجباره إلى أن يبرأ، وإن كان المرض غير قابل للشفاء يمنع من الزواج. إذا امتنع الشخص عن الزواج بعد 25 بلا عذر شرعي يؤخذ منه بالقوة ربع دخله، سواء كان ربع ملكه أو ربع تجارته أو ربع أجرته، ويوضع في البنك الزراعي ليصرف منه على من يريد الزواج من الفقراء إكراما لهم. كل من لم يتزوج بعد 25 لا يقبل بوظيفة مطلقا في المصالح الحكومية، ولا ينتخب في هيئة من الهيئات، ولا يعهد إليه بمنصب أو أمر من الأمور، وإذا كان موظفا يتم إعفاؤه. كل من تجاوز 50 ويكون متزوجا بامرأة واحدة وفي استطاعتهم ماديا وصحيا أن يتزوج بأخرى يتم تكليفه بذلك ليكون شريكا في سد حاجة من الحاجات الاجتماعية، فإذا اعتذر بأسباب معقولة يكلف بمساعدة أولاد الفقراء والأيتام من 1 إلى 3 حسب استطاعته. من يتزوج في السن الاختياري أي بين 18 و25 وكان فقيرا لا يملك شيئا يقطع له من أرض الحكومة من 150 إلى 300 دونم مجانا. الدونم يقدر ب 900 متر، ويكون اقتطاع الأرض المخصصة له في أقرب مكان له. وإذا كان من أرباب المصانع أو المتاجر يعطى له قرض كرأس مال يقدر ب 100 جنيه عثماني يسدد على 3 سنوات. ومن يتزوج قبل 25 وليس لديه أخ راشد يخدم أبويه يعفى من التجنيد، وكذلك البنت إذا تزوجت وليس لها أخ راشد يخدم أبويها يعفى زوجها من التجنيد. أيضا كل شخص تزوج قبل 25 ورزق ب3 أطفال يتم تعليمهم مجانا في مدارس الحكومة الليلية، وإذا كانوا أكثر يتم تعليم 3 مجانا، ويصرف لكل واحد من الباقين 10 جنيهات من الأموال العمومية إلى أن يصبح عمره 13 عاما. وإذا كانت امرأة لديها 4 ذكور فصاعد تمنح إعانة قدرها 20 جنيها. أيضا كل طالب يشتغل بطلب العلم في الداخل أو الخارج يؤجل جبره على الزواج إلى أن يتم دراسته. ومن يضطر إلى السفر والإقامة في الخارج لبضع سنين لأي سبب وجب عليه اصطحاب زوجته أو تقديم عذر مانع من أخذ زوجته معه، وإن كان قادرا على الزواج في البلد الآخر يجبر عليه، ثم يتوجب عليه بعد العودة أن يجمع زوجتيه في مكان واحد. وأخيرا فإن هذا القانون بلا شك يضمن للمجتمع في ذلك العصر قواما سليما ومتماسكا خاليا من العنوسة أو التحرش الجنسي والزواج العرفي والعلاقات غير السليمة، ويمنحه قدرا من الاستقرار النفسي، ويضع الشباب على أول طريق الحياة في الوقت المناسب، فلا يضطر لأن يبدأ حياته السليمة بعد 35. إنه أيضا قانون به مساحة للتكافل الاجتماعي، يعاقب المقصر باقتطاع جزء من دخله لصالح المحتاجين، كما يحترم العلم وطالبه وهو الشخص الوحيد المستثنى من الإجبار إلى أن يتم تعليمه. هكذا رأى العثمانيون إصلاح أمورهم بمقاييس عصرهم. هنا أكون قد وصلت إلى آخر هذا الفيديو، أتمنى أن يكون قد أعجبكم، إلى اللقاء في فيديوهات قادمة.